يعني حتى ولو كانت للغرب، ترى الصورة يعني جيدة حتى تسوق للغرب دكتور ثروت؟ نعم يا سيد الفاضل، هو عاملها للغرب مش عشان يوري الصورة، هيقول له أو ماله، أنا الناس عندي شركة حوالي هيدور مثلا 10% 20% وما إلى ذلك، عايز يوجد لنفسه شرعية. لكن أنا يعني أتساءل، هل كانت انتخابات مباركة المدورة الأخيرة أعطته أي شرعية؟ صوته شرعية. فهو هذا كغثاء السيل، ما يفعلونه الآن هو محاولتهم الأخيرة لإثبات شيء باطل من الأحداث. هذا الدستور باطل، أنا رفضت الدستور 2012، أنا راجل ليبرالي مستقل داخل البرلمان. أنا رفضت الدستور 2012 بس بمجرد موافقة أكثر من 60% من المصريين عليه، اعترفت به لأنه دستور الدولة، لأنه بشهادة الداخل والخارج تمت انتخابات نزيهة بمراقبة دولية ومراقبة داخلية ومراقبة مجتمع مدني وفي كافة القنوات. احنا كنا بنشوف الفرد داخل اللي كانت فرعية مساء لغاية الفجر، كل ده تم التعتيم عليه. ما نقعدش بقى نكذب على نفسنا ونقول اصل ده ناس هتروح وناس مش هتيجي، كل ده كذب يا سيد الفاضل، كل هذه تمثيلية. هذا زي تمثيليته النهارده وهو طالع يقول انا عايز تفويض من الناس عشان اترشح. فانت انقلبت على رئيس منتخب ووقفت دستور منتخب وبرلمانات منتخبه عشان تاخد السلطه. ابقى معي دكتور ثروت لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى وأرحب إلى ضيفي من كندا الدكتور ثروت بدوي عضو مجلس الشورى السابق. يعني دكتور ثروت، لعلك ذكرت في أول حديثك أن هذا الاستفتاء للغرب للخارج، طيب إلى أي مدى من الممكن أن تكون هناك يعني تغيير في وجهات النظر من قبل الدول الغربية حيال النظام المصري أو حيال سلطة الانقلاب في مصر بعد تمرير هذه الوثيقة؟ أشكرك. ممكن تقول فاضل، هو الانقلاب تم بالاتفاق مع بعض الدول الخارجية سواء كانت العربية أو الأجنبية، واللي مطلوب هو سيناريو وعدة ليهم حتى يستطيعوا أن يتحدثوا معهم بلغة إلى حد ما شرعية، زي ما اتفقوا مع مبارك على الانتخابات اللي كان بيعملها وأشكال المجالس النيابية المزورة اللي كان بيعملها. فهم لا يعنيهم النسبة قوي دي اللي يحكدوا منها أمام الرأي العام، ودي اللي احنا بنفضحهم بيها واللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، لأن هم كانوا شهداء على الانتخابات النزيهة في فترة الحكم الديمقراطي، ودي اللي بنحاول ان احنا نوريها للرأي العام. لكن هم عايزين يعملوا أي تطور لشرعية مخلوقة، يعني زي وليد مصطنع كده، طفل أنابيب يحاولوا يعملوه بأي شكل، هيموت ومش هيظهر. أنا عايز أقول لك إن في حاجة اسمها أنا منضم ليها وإحنا عاملينها هنا، التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية. عملنا ستيتمنت أو بيان ختامي بعد عدة مؤتمرات بنقاطع فيه الاستفتاء، وطلبنا بس في يوم واحد على النت إن الناس في كندا الأصدقاء وغير الأصدقاء والمختلفين في الرأي يمضوا لو موافقين. قالنا 270 امضى بالاسم والعنوان والعمل وفين في كندا من ناس علماء مصريين اساتذه في الجامعه وناس ليبراليين واشتراكيين وكافه الاتجاهات المختلفه. زي ما قلت لحضرتك انا اتجاهي ليبرالي ولست من الاخوان المسلمين، والمعروف ان الناس اللي في نص امريكا سواء كان امريكا او كندا الاغلبيه منهم اتجاهاتهم ليست الى الاتجاه التيار الاسلامي قوي. احنا طبعا مسلمين ونعم بالله، بس اقصد يعني اتجاهاتنا الايديولوجيه السياسيه يعني. نعم. لكن الاغلبيه دي كلها رد انها تروح، لان ما فيش دوله محترمه من الدول الديمقراطيه اللي احنا عايشين فيها يؤخذ باراء الناس اللي اتحطت في الصندوق وتترمي في الجنة. لكن انا كان مقصد سؤالي دكتور ثروت، هي في فكره تغيير الصوره ليس فقط لدى الانظمه الغربيه. سيد ثروت، دكتور ثروت لو تسمعني لو سمحت، بتكلم في المجالس النيابية المماثلة لينا زي ما انا بروح لنا هو من دلوقتي، وانا عضو لجنة الامن القومي والعلاقات الخارجية في المجلس النيابي المصري الشرعي، انا بعلن ان سفير مصر في فرنسا ارتكب جريمة دبلوماسية سيحاسب عليها امام البرلمان عندما سمح للشرطة الفرنسية بالدخول لمقر القنصلية.
طيب وضحت الفكرة سأعود إليك على أي حال مرة أخرى، لكن أذهب سريعا إلى نيويورك وضيفي من هناك السيد محمد. طيب دكتور ثروت اسمح لي يعني سؤال قريب مما سألته لي السيد سليم عازوز، خروج يعني قائد الانقلاب اليوم الفريق السيسي ومنشدته للمصريين بأن يخرجوا كأسر ويروى يعني ويقومون ب يعني تصدير رؤية أو مشهد للعالم أجمع على الديمقراطية في مصر، لما كل هذا من وجهة نظري؟ هل يعتبرونه مرحلة فاصلة في فكرة نجاح الانقلاب العسكري في مصر منه أم لا؟ هم يظنون ذلك يا سيد الفاضل، أشكرك على السؤال أولا. هم يظنون ذلك، هو دائما مقول لك هو لا يعني الشعب المصري، هو ألقى بصوت الشعب المصري في الجبالة، لا يعني هو بيحكم بالحديد والنار وبالدبابة دلوقتي، هو لا يعني حقا يعني الانتخابات والمشروعية وما إلى ذلك هي الحاجات الديمقراطية أو أساس العملية الديمقراطية، هو يعني صورة معينة لأن الغرب قائم على ديمقراطيات حقيقية وبيحصل ليهم يعني مساءلة أمام برلماناتهم وأمام شعوبهم وأمام الرأي العام بتاعهم، فهم عايزين ذريعة إلى حد ما زي ما عملوا الفيلم بتاع 30 يونيو لما يجي الناس يقولوا ازاي تنصروا انقلاب عسكري، يقولوا لا ده مش انقلاب قوي. طيب الاول طب وهل سينجحوا في ذلك يا دكتور ثروت؟ وبعدين يعترفوا طبعا بكل ما هو موجود في الكوميشن من العلوم السياسيه انه انقلاب عسكري وتراه الان في جميع فضائياتهم وفي جميع المحافل السياسيه الرسميه والغير رسميه بانه هو انقلاب عسكري. وهم بيحاولوا يعملوا تمثيليه او مشروعيه جديده لان هم فقدوا المشروعيه خلاص. بدا يتخلى عنهم الغرب، يحاولوا يعملوا مشروعيه زي مشروعيه 99% بتاعت عبد الناصر، وعبد الناصر كان بيصدق نفسه واللي بعديه واللي بعديه، هم بيخلقوا مشروعيه يتكلموا بيها امام الغرب زي بيقولوا بيها، بس لا ما احنا وصلت الناس كان في انتخابات احنا جايين باراده شعبيه، انما الحقيقه لما بتيجي تواجههم وبتيجي تجيب لهم المستندات والدوكيومنتس وما الى ذلك بيثبت ان كل دي تمثيليات غير معترف بيها. وانا بقول لهم اهو بقول لعبد الفتاح السيسي في الغرب يضحك عليك وانت تقيم انتخابات مره اخرى بعد ان هدمت 5 انتخابات انتخابيه هم اشرفوا وراقبوا بنفسهم على دليل مركز كارتر اللي اعتذر من يومين واعتذر النهارده مره اخرى. شكرا دكتور، يعني عفوا يتبقى لي القليل اقل من دقيقه ساعطيها للسيد محمد البني من نيويورك اذا سارت